من طراز جيد جدا، كان هداف الاهلي في احد المواسم، كان في فتره مع الكابتن حسام البدري كان لاعب مؤثر جدا. عنده مشكله في التهديف، عنده فرص كثيره بتضيع، عنده دايما وابدا علاقه فيها نوع من الاستعصاء مع الشباك. مهاجم سريع، مهاجم قوي جدا، مهاجم اتطور كتير عن بداياته لما جه، بالذات لما جه من المغرب وشفته مره هنا. كان معانا كابتن عزيز بودربالا النجم المغربي الكبير في احد استضافاتنا ليه في ملك وكتابه، قال انه تفسيره انه وليد ازارو جه من نادي صغير على النادي الاهلي مره واحده، هو مش جاي من الرجاء ولا من مش لعيب منتخبات كان ولا حاجه المغربيه الكبيره، فانت جاي برضو من نادي قليل شويه لنادي كبير، فهياخد وقت على ما يتطور تكتيكيا، على ما ياخد على نسق اللعب، وده ظهر عليه بسرعه، يعني اتطور بسرعه واستدعي للمنتخب المغربي الاولمبي، ثم في احدى المراحل استدعي للمنتخب الاول. لكن هذا الموسم لانه كان راجع من اصابه ابعدته فتره طويله احتاج وقت. ريني فايلر كان عنده شكل تكتيكي معين، ما شافش ان وليد ازارو يخدم هذا الشكل، فبالتالي استقر على اعارته. انتقل وليد ازارو معارا يا باشمهندس الى الاتفاق السعودي على سبيل الاعاره 6 شهور. رايي انا قلته في وليد، واحد من اهم الفراوده اللي دخلوا النادي الاهلي. ايوه. واحد بيديك الامل باستمرار. ايوه. في احلك الظروف انك تقدر توصل باقصر طريق الى المرمى. ايوه. ما يضيعه وليد ازارو او اي فيرود في النادي الاهلي، ها؟ هي الاهداف اللي الناس شايفاها سهله. الانفرادات يا جماعه هو اصعب موقف يتعرض له المهاجم. وكلنا امبارح في ماتشات امبارح شفنا اهداف لا تصدق. أيوة. في المباراه ضاعت. الكره السهله هي اصعب كره لان عليها مسؤوليه. أيوة. وغالبا اللعيب بيوصل هو يعني ماسك كره زي دي، هو عمل ايه؟ لا احساسه لعبها في البعيد. طب لو راحت جنب العارضه يبقى اهدر الفرصه. يعني هو وجه الكوره راحت في اقصى الزاويه. في طبعا ما هوش عماد متعب، ما هوش حسام حسن، مع احترامنا الالقاب ما هوش فلافيو، لكن هو مهاجم بطعم تاني خالص. هو اسرع من اي مهاجم شفته. وبعدين عنده دم في الملعب. روحه عاليه لا يقصر في اي كوره ويقاتل في اي فرصه. لكن ممكن قتاله ده بيخليه ساعات يوصل للكوره مش مرتاح. كان ممكن يتكاسل، ما حدش يحسبها عليه. انت فاهم قصدي؟ انا كل اللي لومته مره على ازارو يوم الماتش بتاع قطع الفني، قطع الفني فقط، لكن غير كده غير، وما اعرفش مين اللي قال له يعني. لكن غير كده انا ازارو اراه واحد من اهم المهاجمين اللي دخلوا النادي الاهلي، مصدر خطوره، يا بيجيب لك ضربات جزاء، يا بيعمل انفرادات، يا بيعمل اسيست، يعني هتجده لاعب منتج، عمره ما هيكون لاعب سلبي. طيب واللي يدهشك بقى يا استاذ ابراهيم، شيء بالشيء يذكر. بمجرد ما قيل ان ازارو سيخرج، حجم التعاطف اللي حاصل والرفض لخروج ازارو تندهش. امال مين اللي كان بيضايقه؟ مين اللي كان زي بالظبط لعبتنا المتواجدين، اي حد يعلق بشكل سلبي على لاعب بيقاتل بفنية الاهلي غلطان جدا 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 ولا يخدم الاهلي.